فما بتفرقش انت داخل خارج النادي ده البيت. بص كابتن زكريا، يمكن كابتن سيد قال كلام مهم جدا، فكره ان انت وجودك داخل النادي الاهلي تتعلم حاجات. احنا من واحنا صغيرين حضرتك جيت كمدير قطاع ناشئين، وكابتن ميمي الشربيني برضو عشان ما ننساهوش كان في وقت من الاوقات يعني ناس، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ميمي الشربيني، كابتن سايس كمان متواجده بشكل كبير، وعلمونا حاجات كتير جدا، علمونا ان انت في اي مكان تقدر تخدم النادي الاهلي. وجود اسمك وارتباطك بالنادي الاهلي اعتقد انه بيضيف ليك كتير كتير جدا. جمهور النادي الاهلي ومحبته ليك في كل مكان وارتباطه ليك في كل مكان عشان بس انت فرحته في وقت من الاوقات، دي حاجه ما بتقدرش بثمنها يا كابتن زكريا. فبالتالي انا موجود هنا النهارده، موجود في حته تانية النهارده، ببقى سعيد جدا ان انا بشوف ناديه في احسن حال. هو ده دايما يمكن جوايا انا كمان شخصيا، واكيد جوه كابتن سيد وجوه حضرتك وجوه وائل، ان انا طول ما انا شايف النادي الاهلي في احسن حال وشايف جمهوره، وده الاهم بقى كابتن زكريا، واحنا يمكن كلنا بنشتغل عشان الجزئيه دي، جمهوره سعيد يبقى احنا كده مبسوطين وبنعمل اللي احنا بنقدر عليه عشان نبسطه اكتر واكتر. عشان كده لما يجي جمهوره مثلا بيزعل يجي يلاقيك انت مش شغال، يعني كابتن سيد ممكن يبقى موجود في المسؤوليه لكن انا مثلا بره زعلان، كابتن فاروق في حاجه انا مضايقاني، فيعني انت كمان بتلاقي نفسك انت في المسؤوليه بالرغم ان انت مش شغال، فدي حاجه بتحتسب ليك. فبالتالي دي انا ببقى سعيد جدا ارتباطي باسم النادي الاهلي، وبيضيف بشكل كبير وجودي كواحد من في الاوقات اللي اشتغلت وتعبت ولعبت جنب نجوم كبار ومسكني ناس نجوم كبار وتعاملت مع ناس محترمه داخل النادي الاهلي، اتعلمت منهم حاجات كتير. يعني برضو عشان واحنا في احتفاليه جميله لازم افتكر عم جمعه الله يرحمه طبعًا. دي ناس من او عم عبد الله برضو عشان ما انساش، ناس كتير جدا اثروا فينا كابتن زكريا. فارتباطي او ارتباط اي واحد مننا باسم النادي الاهلي اكيد اضاف كتير جدا لشخصيتنا كابتن زكريا. طيب من الاحداث الرياضيه الهامه